السلام عليكم. تجري هذه الأيام في مدينة مستغانم آخر تجارب حول تراموي مستغانم، وهذه المرة تستعمل كل العربات نتاع التراموي في وقت واحد، اللي يعني محاكاة يعني الشروط لي كونديسيون نتاع الفونكسيونمون نتاع الخطوط، طريقة يعني طبيعية تكون فيها زوج ولا ثلاثة ولا أربعة تراموات يمشيوا في نفس الوقت وعلى كامل المسار، يعني محاكاة يعني السيرورة الواقعية نتاع التراموي نتاع مستغانم. وإن شاء الله إن شاء الله هذه التجارب تكون الأخيرة قبل الافتتاح إن شاء الله في بداية السنة المقبلة في أقرب الآجال. وأظن أنه تم تسوية كل المستحقات نتاع المناولين اللي كانوا يشتغلوا في المشروع هذا، وكذلك الشركة الأسبانية اللي كانت تشتغل وتم فسخ العقد نتاعها. إذن إن شاء الله بادرة خير تنطلق مرة واحدة بوين بون فوا بور توت التراموي تاع مستغانم، ونبدأ نفكر يعني ابتداء من السنة المقبلة نبدأ نفكر في المشاريع نتاع التراموي في المدن الأخرى، اللي كان مشاريع كثيرة تم يعني تأجيلها بسبب أزمة مالية وأزمات أخرى. تم تأجيل مشاريع كثيرة تاع الترامويات في عدة مدن في الجزائر، أذكر منها باتنا وبجاية وبشار، وخاصة مدينة عنابة. كل هذه المدن كان فيه مشاريع كانت دراسة، وكانت خاصة عنابة اللي كان المشروع يعني على وشك كان ينطلق عندما جاءت الأزمة وكذا. إذن إن شاء الله في العام المقبل إن شاء الله تحرك كل هذه المشاريع لكي ندخل في المرحلة الجديدة وندخل في الجزائر الجديدة بأتم معنى الكلمة، يعني الجزائر الجديدة في الميدان، مش على المستوى السياسي، لكن تكون في الميدان بمشاريع جديدة وتغير من واقع المواطن الجزائري إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.